السلام عليكم احبابي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم ما بنت لكم في المقدمه، بدينا الفيديو على طول من يعني دخلنا في صلب الموضوع. المهم هذا الفيديو بديته معكم هنايا من وادي نمر في الرياض. هذا الممشى ولا هذا المكان كيجيو ليه الناس، العائلات، في يعني في هذا الجو ديال دابا ديال البرد كيتمشاو، كيجيبوا القهوه، كيجيبوا الشاي ديالهم، شباب مع بعضهم، عائلات كيجلسوا. شوف هذا المنظر الجميل، هذا الاضاءه اللي كاينه في الصخور وهذا المنظر ديال الماء. صراحه جينا تمشينا هنا، ما جبناش معنا الاكل من الدار، ولكن شرينا شي حاجه وجينا جلسنا هنايا وتمشينا. صراحه مريح والبرد ما كانش صراحه بزاف. هنايا شوفوا هما مثلا الناس هنا جالسين، هاد العائله، وكاين تما حداهم هذوك البنات ولا ديك العائله، غير عيالات جالسين مع بعضياتهم. كاين الناس اللي كيتمشاو كيديروا الرياضه هنايا، يعني واحد كيتمشى مورا العشاء مورا هذا. حنا مشينا تقريبا مع 10 د الليل، وشوفوا كان مليان هذا المكان، يعني راه الممشى طويل حتى لهيه. هنايا اليوم اللي بعده مشيت للصحراء، مشينا لواحد الهايكين لاين فين كيديروا الهايكين، وفي نفس الوقت كيجيبوا لك، كاين هنا واحد الشركات ولا واحد الناس شادين هذا المكان، كيجيبوا لك الخيمه وداكشي، وكتقدر تبات هنا ولا تجلس هنا. فجينا احنا هنا في العشيه نشوفوا المنظر الغروب. ومن بعد مشيت للسوق، هذه تقريبا الديره، هذه البلاصه سميتها الديره في الرياض، المعيقليه. فهاد السوق معروف في الرياض، من اقدم الاماكن الموجوده في الرياض. شوفوا هنا كيبيعوا الاشياء التراثيه القديمه، كاين بزاف ديال الاشياء التراثيه، دوك الاواني، الدلات ديال القهوه، الصنادق، الراديو قديم، وبزاف ديال الاشياء التراثيه. هنايا كيبيعوا حتى العود والبخور. المهم هذا سوق شعبي، فيه الملابس الشتويه، فيه بزاف. شوفوا مثلا هنا هذه الملابس الشتويه. كاين المهم السوق فيه جميع الاشياء الشعبيه السعوديه. المهم غنتمشى شويه في هذا السوق دابا هنايا. صافي المهم كنشوف شنو الاشياء الموجوده، واخا هذا الشيء زعما معروف ولكن زوين. كتشوف شي يعني كنشوف شي اشياء اللي قديمه ولا شي اشياء اللي شعبيه خاصه بهذا البلد. وهنايا في هذا الجانب في نفس السوق، هذا السوق ديال المعيقليه، هو هذا جزء، هذا سوق المعيقليه جزء من مهرجان الرياض. المهم هنا كاين بزاف ديال السعوديين اللي عندهم مثلا هذا اللي غادي ندخل ليه دابا، كيدير المجسمات ديال كيفاش كانوا البيوت قديم في السعوديه. شوفوا مثلا هذا البيت هذا، شوفوا هنا عاوتاني كيفاش كانوا البيوت وهذا. فشي حاجه زوينه، كيشوفوا شحال الزحام، الناس كلهم باغيين يشوفوا شي حاجه زوينه، واخا هي من شي حاجه اللي عارفينها، ولكن كتبقى شي حاجه زوينه تشوف كيفاش الناس كانوا كيعيشوا، كيفاش كانت الحياه بواحد الطريقه مصغره من خلال هاد المجسمات. وصافي احبابي، هنا سهلت الرحله ديالي في السعوديه، انا ان شاء الله طيارتي غدا. للاسف الخطه اللي كنت دايره للسعوديه والحماس اللي كنت متحمسه نجي ونوريكم السعوديه ما اكتملش. انا جيت هنا، هذا الجو يعني هذا الجو عموما في العالم، وقت الزكام وقت البرد. انا اول ما جيت ثاني يوم
على طول ضربني البرد والزكام، وثلاث ايام وانا ما كنتحركش، صافي كناكل وكنعس، ماكله شويه صوتي ما كنتكلمش وصافي غير نعسه، وكنشرب الدواء وكنعس في المستشفى. المهم قصه طويله ما نحكي لكم، تتكونوا كلكم مرض الله يشفينا ويشفيكم. هاد الجو ديال الزكام لاحظت انا بزاف الناس فيهم الزكام هاد الفتره. المهم انا بالعافيه كملت هاد الشغل اللي جيت نديرو هنايا، وحاولت ان ندور شويه في السعوديه. ما كنتمنى هاد الاشياء اللي شفنا في السعوديه تكون هكا، خديت واحد الفكره بسيطه لانه صراحه كان في بالي بزاف ديال الاماكن، لكن والله انه بالعافيه 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 انني مشيت لهاد البلايص اللي شفتو معايا اليوم. ان شاء الله المره الجايه، المره الجايه ان شاء الله نشوف الجده. انا متعوده على جده، وجده هي مكاني، لكن مشيت للرياض غير على واحد الشغل، فجده ان شاء الله نستمتعوا فيها اكثر، يكون الجو هكا شويه دفا. صافي انا خصني نرجع لدبي ان شاء الله غدا في الصباح، غنمشي ماشي غدا في الصباح يعني غدا مع العصر تقريبا، المهم الصباح ديال هنا هو العصر لانه في هنايا حتى واحد ما كيخرج مع الظهر وداكشي، فالنهار كيبدا مع العصر. فهذا فان شاء الله نمشي لدبي، غادي نكمل بعض الاغراض وغنعاود نسافر ان شاء الله داكشي علاش. فقلت نرجع شويه نرتاح هذا الويكند ان شاء الله في دبي، وفي نفس الوقت نستعد للسفره الجايه. السفره الجايه ان شاء الله تكون احسن، انا صافي بديت كنبرا وليت كنتشافى من هذا الزكام هذا، وان شاء الله تفوتني هذه الحاله ديال الزكام. وغادي نحاول نستعد في هذا الويكند، يعني في هذا الويكند خصني غنمشي لواحد البلاصه بارده اكثر من هكا الجزيره العربيه، فخصني نشري شي حوايج ديال البرد، فغنحاول نديرهم في هذا الويكند. وغادي ناخذكم ان شاء الله معايا ونعرفوا فين غادي نمشي، فان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جاي. باي باي، سلامه.